هنتكلم عن تبسيط العدد التخيلي. هنبدأ بس في الأول ناخد قانون كده، لما يكون عندي ت اللي هي عدد تخيلي اس نون، نون ده أي رقم هيكون بالنسبة لي، فأنا هعمل ايه؟ هاخد النون دي وأقسمها على الاتنين، هيكون لها احتمالين. لما أجي أقسم أي رقم على اتنين ليه احتمالين، إما إن هو يطلع رقم صحيح أو رقم كسر. يكون عندي احتمالين، لا يطلع رقم صحيح لا يطلع كسر. يعني مثلا خد 4، فرضنا النون دي كانت ب 4، 4 على 2 فيها الاتنين، مثلا خدها ب 7، 7 على 2 فيها 3.5، فعندي احتمالين. لو قسمت النون على الاتنين عندي احتمالين ان هو يطلع صحيح او كسر. طيب لو طلع صحيح على طول هنكتب 1، لو طلع كسر هنكتب ت. بس مش كده بس، لو طلع صحيح زوجي او صحيح فردي، ما انا عندي الرقم عندي فيه احتمالين، لا زوجي لا فردي. لو طلع زوجي هكتب موجب جنب الواحد، يبقى لو الرقم عندي طلع صحيح وزوجي هيبقى موجب 1، لو طلع صحيح وفردي هيبقى سالب 1. الناحية التانية نفس الموضوع، انا قلت لو طلع كسر هيكون ايه؟ لو طلع كسر بالنسبة لي هيكون ت، بس لو طلع كسر وزوجي هيكون بالنسبة لي موجب ت، لو طلع كسر وفردي هنكتب سالب ت. تعال ناخد أمثلة كده. يعني مثلا لما قلنا ت أس 4، احنا كنا حافظينها إن هي بواحد. طيب تعالى نتأكد، ت أس 4 همسك الأس اللي عندي أقسمه على الاتنين، 4 على الاتنين فيها الاتنين، أول حاجة صحيح، الاتنين صحيح يعني بواحد، والاتنين زوج يعني موجب، يبقى ت أس 4 بموجب 1. تعال نشوف رقم تاني كده، بيقول لك ت أس 8، أول حاجة همسك الأس ده أقسمه على الاتنين، 8 على الاتنين فيها الأربعة، الأربعة دي صحيح يعني واحد، وزوجي يعني موجب. ناخد مثال تاني، بيقول لي ت أس 16، ت أس 16، همسك 16 دي أقسمها على الاتنين، 16 على الاتنين فيها التمانية، 8 دي رقم صحيح يعني بواحد، بالإضافة إن هو زوجي يعني موجب. تمام، الموضوع أظن إن هو سهل. تعال نشوف لو طلع عندي مثلا، اقول لك ت اس 10، ت اس 10 همسك الاس اللي عندي اقسمه على الاتنين، 10 على الاتنين فيها الخمسة صحيح يعني واحد، 10 على الاتنين فيها الخمسة صحيح، رقم صحيح يعني واحد. طب وفردي يعني سالب. لما اقول لك ت اس 20، يلا نقول كده، همسك 20 على الاتنين فيها 10، الرقم ده صحيح يعني بكام؟ بواحد، زوجي يعني بموجب واحد يعني. طيب لما امسك ت اس مثلا 18، هعمل ايه؟ امسك اس اقسمه على 2، 18 على 2 فيها التسعة، 9 دي صحيح يعني بواحد، بس 9 دي فرد يعني بسالب. طبعا لازم نكون عارفين الاعداد الفرديه والاعداد الزوجيه، لو مش عارفينهم الاعداد الزوجيه اللي هي 0 2 و4 و6 و8 و10 و12 وهكذا، الأعداد الفردية اللي هي 1 و3 و5 و7 و9 وانت مكمل برضه. تمام، عشان برضه الناس لو في حد ناسيها ولا حاجة. طيب يطلع، تعال نشوف بقى أمثلة لما تطلع كسر. لما أقول لك ت أس 7، همسك ايه؟ نفس الطريقة برضه، هقسم 7 على 3 فيها 7 على 2، هقسم على 2، 7 على 2 فيها 3.5. هو دايما هتلاقي عندك نص، انا مش ببص على النص ده خالص، ببص على التلاتة. اول حاجة خالص الرقم ده عبارة عن ايه؟ الرقم ده بالنسبة لي كسر 3.5، فانا هكتب ت. طيب موجب ولا سالب؟ تلاتة دي موجب ولا سالب؟ سالب، يبقى انا احط سالب. انا اسف، زوجي ولا فردي؟ فردي، فانا احط سالب. طيب لما اقول لك ت اس 9، طيب هقسم التسعة على الاتنين، 9 على الاتنين فيها الكام؟ 4.5. طيب النص ده طبعا موجود ملناش دعوه بيه، هو ده كسر، كسر يعني ايه؟ كسر يعني ت. طيب تمام، الرابعه دي زوجه ولا فردي؟ زوجي يعني موجب ت. طيب لما اقول لك ت اس 15 مثلا، هعمل ايه؟ امسك ال 15 اقسمها على الاتنين، 15 على الاتنين فيها 7.5. طيب تمام، تمام اسال نفسي هي ده كسر ولا صحيح؟ كسر يعني هكتب ت. طيب السبعه دي زوجي ولا فردي؟ السبعه دي فردي، هكتب سالب. تعالى بقى ناخد كذا مثال نوضح الموضوع كله مرة واحدة. يعني هقول لك كده، عندي مثلا أول مثال هيقول لي أنت عندك ت أس 4
تاني مثال ت أس 18، تالت مثال ت أس 10، رابع مثال ت أس 5، ناخد كمان مثال يقول لي ت أس 7 مثلا. بسرعة كده نراجع اللي احنا خدناه. فلما الراجل يقول لي ت أس 4، فأنا قلت هاخد الرقم أقسمه على الاتنين، 4 على الاتنين فيها الاتنين، الاتنين صحيح، رقم صحيح هكتب واحد، وزوجي في نفس الوقت هكتب موجب. همسك ال 18 أقسمها على الاتنين، 18 على الاتنين فيها 9، الرقم اللي طلع معايا الناتج بتاعي ده صحيح، يعني هكتب واحد، وفردي يعني هكتب سالب. بعد كده همسك العشرة دي ت أس 10، همسك العشرة دي أقسمها على الاتنين، 10 على الاتنين فيها 5، الخمسة الناتج اللي عندي ده، الخمسة دي رقم صحيح، يعني هكتب واحد، وفردي يعني هكتب سالب. بعد كده ت أس 5، همسك الخمسة أقسمها على الاتنين، 5 على الاتنين فيها 2.5. أول حاجة كسر يعني الت، والرقم اللي عندي اتنين ده موجب زوجي، أنا هكتب موجب. بعد كده ت أس 7، أقسم 7 على الاتنين فيها 3.5. أول حاجة ده رقم كسر، يعني هكتب ت، التلاتة دي فردي، أنا هحط سالب. كمان ت أس 2، فأنا هعمل إيه؟ همسك الاتنين دي أقسمها على الاتنين، 2 على 2 فيها 1، تمام. طب الواحد ده رقم صحيح ولا كسر؟ ده رقم صحيح، يعني هكتب واحد. طب واحد ده فردي ولا زوجي؟ ده فردي، فنكتب سالب. ت أس 3، هنقسم 3 على الاتنين فيها 1.5، الرقم اللي ناتج على ده كسر يعني بت، والواحد اللي عندي ده فردي يعني بسالب. لو اداك مثال وقال لك انت عندك ت أس 4 ن، هي دي حفظ ان هي هتكون بواحد، هتعالى اتأكد لي واحد. اول حاجة فنقول له ت أس 4 الكل أس ن، أنا عارف إن ت أس 4 بكام؟ بواحد حافظينها، أو إن احنا هنقسم الأس على الاتنين، 4 على الاتنين فيها الاتنين، الاتنين صحيح يعني بواحد، وزوجي يعني بموجب، ده بموجب واحد لكل أس ن، واحد أس أي حاجة هيديني واحد، فالرقم ده يطلع بواحد، وهكذا. لما يديني برضو يقول لي مثلا ت أس سالب 11، فدي هعمل ايه؟ ما ينفعش يكون عندي سالب، فلازم انزله في المقام، فيبقى 1 على ت اس 11. عايزين نبسط دي، ت اس 11 في المقام، هنشوف الواحد ده ايه الارقام اللي كانت بتديني واحد، هتلاقي عندك ت اس 12، لان ليه ت اس 12؟ خد ال 12 اقسمها على الاتنين هتديك 6، الستة ده رقم صحيح يعني بواحد، وزوجي يعني بموجب، فده ادتك ايه؟ واحد. وان نقسم احط الاساس واطرح الاسس، 12 ناقص 11 هيديك ت اس 1، هو المطلوب إثباته.